جمال العمر. يعني أنا أتمنى أنك تستمع، لأن بعض الأحيان بعض النواب يقول كلام على أساس ينحط في المضبطة، ومع الأسف يعني يمكن بحسن نية طق مطرقتك موافقة موافقة ويصير التزام على قرار المجلس. الأخ الرئيس كان هناك طلب من الأخ عبد الحميد دشتي بخصوص المواضيع التي كلفت فيها لجنة حماية المال العام، وأخص فيها موضوع شيل والديزل والداو، وكذلك أستاذ جابر، وهذا التقرير إن شاء الله موجود على جدول الأعمال. وكان هناك كذلك طلب من اللجنة بخصوص تكليف ديوان المحاسبة، ومن ثم طبعا طلبت منك وطلبت من الإخوان في المجلس بإعطاء اللجنة أسبوعين ما بعد ورود تقرير ديوان المحاسبة. لذلك أنا أستغرب يعني أغلب هذه التقارير الأخ الرئيس، أنا أعتقد إن شاء الله قبل نهاية دور الانعقاد الحالي بذلنا فيها أشواط طويلة، ونحن في انتظار طبعا قرار المجلس بخصوص تقرير ديوان المحاسبة، ومن ثم سوف نرفع تقرير بذلك. أما طبعا الطلب بإلغاء قرار المجلس بالتكليف، طبعا أنا أول مرة أعرف وفق اللائحة أن من الممكن أن المجلس لا يعرض بالتصويت برسالة أنه يلقي التكليف بتحويل هذه القضية، وخاصة هناك لجنة مكونة من 5 أعضاء. وشكرا الأخ الرئيس. شكرا لك جمال.